السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذا المساء. أجواء لا تزال أجواء باردة في الليل خاصة في المناطق الصحراوية. سجلت درجات الحرارة الصغرى في صباح اليوم ما بين 5 درجات إلى 7 درجات مئوية. تستمر ويانا هذه الأجواء الباردة في الليل معتدلة في النهار خلال الأسبوع القادم، متوقع أن تستمر ويانا خلال 4 أيام القادمة، وذلك بسبب استقرار الطقس وكذلك تأثر المنطقة بشكل عام في مرتفع جوي متقدم علينا من ناحية الشمال الغربي من الجزيرة العربية. الأجواء الحالية في مدينة الكويت سماء صافية، استمرار في الرياح الشمالية الغربية خفيفة السرعة، سرعتها 8 كيلو. درجة الحرارة الحالية 20 درجة مئوية، الرطوبة النسبية متدنية نوعا ما 21، الرؤية الأفقية لا تزال جيدة أكثر من 10 كيلو متر. تستقر أيضا كذلك الأجواء بشكل عام في دولة الكويت وكذلك المنطقة المحيطة في شبه الجزيرة العربية، وذلك بسبب تأثر البلاد والمنطقة المحيطة في مرتفع جوي قادم من جهة الشمال الغربي من شبه الجزيرة العربية مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في منتصف النهار، تؤدي إلى إثارة الأتربة في بعض المناطق المكشوفة، ولكن بشكل عام الأجواء راح تكون مستقرة خلال هذه الفترة. الطقس المتوقع في منتصف هذه الليلة تستمر يعني الأجواء الباردة خاصة في المناطق الغربية من البلاد، متوقع أن تصل 10 درجات في منطقتي الشقاية والسالمي، كذلك شمالا في العبدلي 13 درجة مئوية. تكونات بعض السحب ابتداء من منتصف الليلة راح يبين ويانا. الأجواء البحرية بشكل عام أجواء معتدلة، راح تراوح سرعة الرياح ما بين 10 إلى 30 كيلو متر في الساعة. ابتداء من ساعات صباح الأولى راح تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، قد تصل 6 درجات مئوية في المناطق الصحراوية، غرب البلاد كذلك شمالا في بزار العبدلي 9 درجات، جنوبا في الوفرة 8 درجات، المناطق الساحلية بشكل عام متفاوتة ما بين 9 درجات من ويصيب إلى 11 درجة أو 12 درجة في منطقة الخيران. كذلك استمرار في الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها من 10 إلى 30 كيلو متر في الساعة. في منتصف أو ابتداء من منتصف نهار يوم الغد راح نلاحظ ارتفاع في درجات الحرارة مقارنة مع الأيام الماضية، دفء نسبي في درجات الحرارة العظمى قد تصل 23 درجة مئوية في المناطق الغربية، المناطق الشرقية والمناطق الساحلية متفاوتة ما بين 20 إلى 21 درجة مئوية. تكونات بعض السحب العالية راح يبين ويانا إن شاء الله في نهار يوم الغد. الأجواء البحرية بشكل عام أجواء معتدلة، ارتفاع الموج تراوح من 2 إلى 4 قدم، التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 5:15، موعد شروق الشمس الساعة 6:36، موعد أذان المغرب الساعة 5:28. طقس متوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام المقبلة بمشيئة الله، أجواء دافية نسبيا في النهار، باردة إلى باردة نسبيا في الليل، المناطق الصحراوية والمزارع قد تقل درجات الحرارة إلى ما دون 7 درجات مئوية، ولكن بشكل عام استقرار في الطقس واضح، تأثر البلاد والمنطقة في نظام جوي متعمق وهو المرتفع الجوي الأوروبي، درجات الحرارة العظمى متفاوتة ما بين 22 إلى 24 درجة مئوية. في نهاية هذا الأسبوع راح نبدأ أو نلاحظ ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، درجات الحرارة الصغرى متفاوتة ما بين 8 درجات إلى 10 درجات مئوية. أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة، ولا نأخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية.